في الفترة اللي فاتت الجمباز اتشهر جدا، ناس تفهم ايه الجمباز وتفرق ما بين انواع الجمباز، وده بفضل ان احنا ابتدى يحصل اولا بطولات كتيرة في مصر جمباز ايقاعي وفني. زي ما شفتوا الاسبوع اللي فات كان في كاس عالم للجمباز الفني، ودي اول مرة تحصل في مصر، او مرة مصر تعمل ايفنت كبير زي ده. والاسبوع الجاي ان شاء الله في بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي، فده طبعا بفضل الاتحاد، يعني كل اعضاء الاتحاد ابرزهم طبعا رئيس الاتحاد دكتور ايهاب امين. في الاول ما كانش فيه كميه التركيز ده على الجمباز، ان الجمباز مش بيحقق حاجه، فاحنا ما فيش الاهتمام الجامد ده ليه. لكن الحمد لله دكتور ايهاب بدا يعمل لنا معانا معسكرات، يجيب لنا خبراء من بره، فكل ده ابتدى يعلي من مستوانا وايدينا ان احنا نحقق حاجه، فالناس ابتدت تركز معانا فابتدينا يبان. هو في مصر للاسف اللعبه ما بتبانش غير لما الناس تبتدي تحقق حاجه، مش من الاول ان اللعبه دي معروفه او كده. فاحنا الحمد لله ابتدى مستوانا يطلع جامد، فابتدى يبقى فيه ضوء جامد على اللعبه. بالنسبه بقى لو اتكلمت عن تطور الجمباز الايقاعي لوحده، ففي رول كبير جدا من نائب الرئيس الدولي دكتوره نهى عبد الوهاب. هي عندها الخبره، يعني خبره كبيره جدا تكفي ان هي تخلينا نوصل لمستوى عالي ان شاء الله في السنين اللي جايه، وكل يعني اللي فات الاكسبيرينس وصلنا دلوقتي ان احنا رحنا الاولمبيكس. الجروب اللي رايح الاولمبيكس دي اول مره ان في جروب اصلا يتاهل للاولمبياد، احنا نبقى لاول مره بنشارك بجماعي في الاولمبياد. ده طبعا بفضل دعمها لينا وبفضل المعسكرات والبطولات اللي هي بتطلعها لنا، السبورت اللي هي بتديه لنا النفسي من واحنا صغيرين، من قبل اصلا لما نبتدي نحقق حاجه. انا شايفه ان اذاعه البطوله على القنوات دي حاجه كويسه جدا، يعني بتشاد لايت على اللعبه اكتر، فالناس تيجي تعرف وتفرق ما بين انواع الجمباز وتفهم يعني ان اللعبه دي لا احنا شاطرين فيها، احنا الحمد لله احنا محققين 3 ميداليات فيها. والناس اصلا قبل البطوله دي في ناس ما كانتش تعرف ايه الجمباز الفني، ولا تعرف اصلا ان الجمباز دي انواع. دي حاجه حلوه جدا ان احنا نبتدي نظهر على السوشيال ميديا، او ان احنا على القنوات ابتدت البطولات تتعرض، فلا دي حاجه في حد ذاتها كويسه جدا وتقدم عالي قوي في اللعبه. يعني طبعا ابرز المشاكل اللي ممكن اي لاعب يواجهها في اي رياضه ان هو يا اما يجيله اصابه، الاصابات دي من اكتر الحاجات اللي بتقف قدام اللاعب، ممكن تهدد مسيرته اصلا في اللعبه، او ان هو في بطوله من البطولات المهمه ان هو يخسر، او ان هو مستواه ما بقاش كويس. طبعا انا مع كل بطوله يبقى عندي اصابه دي حاجه احنا متعودين عليها، ان خلاص ان طول ما انا ببقى مطمنه، طول ما انا عندي صعوبه عارفه ان انا شغاله كويس. لكن انا من ابرز الحاجات اللي يعني واجهتني في اللعبه كان ان انا اهلت البطوله كويسه قوي في اسبانيا. كانت بطوله اختاروا 10 او 11 لاعيبه بس من العالم ان هم يشاركوا فيها. البطوله دي بتتعمل من زمان جدا، انا كنت متشوقه جدا للبطوله دي، بس انا كانت للاسف في اول السيزون، كنت لسه البرفورمانس بتاعتي لسه جديده، كنت لسه مش متعوده عليها قوي. انا كنت جاهزه بس نفسيا انا ما اظنش ان انا كنت جاهزه، عشان كده للاسف البطوله دي انا ما لعبتش فيها كويس خالص. في الاربعه برفورمانسز ما كنتش في مستوايا، ما كنتش بنفس الطريقه اللي انا بلعب بيها، وفعلا قعدت فتره طويله قوي بعديها مش عارفه اجمع ثقتي بنفسي تاني، او مش عارفه اقوم منها تاني، لان هي كان زي ما قلت هي بطوله كبيره قوي ونازل معايا ناس كويسه قوي، وانا كنت عايزه ابين ان انا في نفس المستوى، او ان انا لا انا اشتغلت جامد، وان انا عايزه اوري مستواي الحقيقي. لكن المستوى اللي انا لعبت بيه ما كانش مشرف، انا كنت شايفه ان هو لا ما كانش من زي اللي انا عايزه اديه، انا كنت عايزه ادي احسن بكتير. دي كانت اكتر اصعب حاجه ممكن تكون واجهتني، عشان دي كمان كانت من الحاجات اللي بتجهزني لكواليفيكيشنز الاولمبيكس، فان انا كنت ادي بالمستوى ده قبل التاهيل كانت بالنسبه لي صدمه كبيره، او ان هي حاجه هزت ثقتي جامد بنفسي. بس الحمد لله عرفت اقوم منها وشاركت في بطولات تانية بعديها وتاهلت. هدفي كلاعبه ان انا ان شاء الله في الاولمبيكس اعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، وان انا احقق سكور زي ما قلت يعني سكور عالي ان انا ما حدش توقعه، وده اللي انا بحاول ان انا اعمله واشتغل عليه. اما بقى بعد ما ابطل، حابه ان انا الاكسبيرينس بتاعي اديه لكل اللعيبه اللي في مصر، اوصل اللي انا اخدته ده كله للعيبه اللي في مصر كلهم، عشان يقدروا يستفيدوا ويتعلموا من الغلطات اللي انا شفتها، ما يعدوش بنفس المشاكل اللي انا خضتها. الحقيقه ما بركزش مع الحاجات دي خالص، لان اي لعبه بيبقى ليها انتقادات،
واي حد هيدور يعني ناس في اي حاجه في الدنيا هيدوروا على حاجه فيها وينتقدوها. الناس مش فاهمه احنا بنعمل ايه. الناس فاهمه ان انا بروح اتمرن، حتى يعني اقدر اقول ان حتى الدكاتره اللي بيعالجونا لو لسه اول مره اروح له هو الدكتور نفسه مش فاهم اللعبه دي. فهي في ناس كتير قوي مش فاهمه احنا بنعمل ايه، ما يعرفوش كميه التعب اللي احنا بنتعبه في اللعبه دي، كميه المشاكل اللي بنواجهها. هم فاكرين ان هي مجرد انا بروح ارقص، هو احنا ما بنرقصش اصلا. هي اللعبه مش كده، اللعبه مش رقص، اللعبه محتاجه فتنس، مرونه، محتاجه باليه، محتاجه تركيز، محتاجه كوردينيشن في الجسم، ان انا اركز مع الموسيقى، ان انا ارمي الاداه، وان انا ابقى فلكسبل، وان انا اعمل بالانس. فهي لعبه صعبه جدا، وهم انا باديها بيبان انها سهله، لكن انا تعبت كتير قوي وساعات اكتر من 8 ساعات في اليوم، كل يوم بيوم واحد اجازه في الاسبوع عشان اوريك اللي انا بلعبه ده يبان سهل. فما ترجعش انت تقول لي ان انا بلعب لعبه سهله او ان انا برقص، او ان هما يرجعوا في الاخر ينتقدوا حاجه، ان انا عارفه انا تعبت قد ايه، فكلامهم مش بيأثر فيا خالص. فهي دي الفكره، ان اي حد يقعد ينتقد اي حاجه، انا شخصيا انا عارفه انا تعبت قد ايه فيها، فقولوا اللي انتوا عايزينه. انتوا ما تعبتوش، انتوا قاعدين على السرير ماسكين الموبايل بتنتقدوا في كومنتس، وانتوا اصلا ما هتروحوا قلبين ولا كأنكم عملتوا اي حاجه. ممكن الكلام ده يأثر في حد، لكن احنا الحمد لله ما فيش حد فينا بيتأثر بالكلام ده، واحنا ما بنركزش فيه عشان نعرف ان احنا نوصل لحاجه، لان لو ركزنا مع كل انتقاد مش هنوصل لحاجه.